طيب انا هلا رح اروح على الكراكون شوف شو القصه. ارتاحوا انتو. ما اخذوهم على الكراكون. لكن لوين اخذوهم؟ ما بعرف، شفتوا رايحين من طريق حاره الكون. شو هالحكي؟ معناته اخذوهم على الداخليه يا ام عسرايا. الظاهر شغلتهم كبيره كثير. ابوس ايدك اخي، والله منظرهم بيحرق القلب وهن شاحطينهم وراهم. لك يا اختي هلا الدنيا صارت بعد العصر، وهلا الحكم دار والبكوات بكونوا صاروا ببيوتهم. بعدين بيني وبينك انا معرفتي بالحكم دار ممكن لقد يعني تقبرني لاقي لك حل. طيب انا رح اروح شوف هاشم افندي، بركي بيطلع بيده يساوي شيء. تفضل ارتاح. الله معك، مع السلامه. تفضلي تقبريني. تفضلي ام وضاح، صلي على النبي وهدي بالك. ما حدا عارف شو عاملين. هلا انا اللي سمعته انه ابو صفوان وابنه عم يشتغلوا ضد الدوله العليه. يا سلام. شو؟ ها؟ لا قصدي منيح اللي كشفوهم. مسكين يا ابو صفوان، والله بيروح فيها هو وابنه. لك يا عمي بيجوز الحكي هذا كله كذب بكذب. ان شاء الله يطلع كذب بكذب. كل شيء للدوله العليه، مو هيك هاشم افندي؟ ها؟ ايه لكن يلا السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام رحمه الله. عمي شغلة هذا الزلمة بين أشكره، هذا بيشتغل جاسوس للسرايا. لا تظلموا، لا تظلموا يا جماعة، هاشم أفندي أنا بعرفه منيح وبكرة بتعرفوه على حقيقته. ما سمعت شو قال؟ قال يا سلام منيح اللي كشفوه. إيه والله مظبوط. أهلين أم صفوان. الله يسلمك. البيك هون؟ والله البيك مسافر. ولاده في حدا منهم هون؟ لا والله ما في حدا. أهلين حماتي. كيفك حماتي؟ أهلين تمام. حماتي الله يوفقك، الله يخليك، خديني معك. بدرية ساوت لي لعبة بدي فرجيها لزكية. الله يوفقك حماتي، الله يخليكي. خير مصفوان؟ شو في؟ ما في شيء. حماتي حماتي. يعني أنت ما بيطلع بإيدك؟ أخ يا أبو عبدو أنا مغضوب علي بالسرايا. أوف، ونحن كلياتنا مفكرين انه كلمتك ما بصير تنتهي بالداخليه. لا ومفكريني عوايني كمان، مو هيك؟ لا يا ابو خيرو، شو عم تحكي انت؟ اخ يا ابو عبدو اخ، انا بعرف كل شيء، بس يشهد علي ربي اني انا مو هيك. اسمع لاقول لك، انا بكرههم بالسرايا وبيعرفوا هذا الشيء، لهالسبب ناطريني على غلطه، على خطأ صغيره. يا لطيف، لهالدرجة هي؟ وأكثر من هيك. المهم يا أبو عبدو، شو بدي أسألك؟ أبو صفوان وابنه إلن حركات هيك ولا هيك؟ ها؟ ما فهمت. يعني إلن حركات ضد الدولة؟ أعوذ بالله، الزلمة ماله بهالمسائل هي ابنه؟ وأنت متأكد؟ أعوذ بالله أخي، بعرفه. معناها شغلتهم بسيطة، بس هي الليلة بدهم يناموها إجباري، وبكرة الصبح ببين كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. اخي بكره عند على بكره بتوصلوا لهنيك وبتدفعوا لكم كان برغوت بيطلعوا مهما كانت قصتهم. ابو عبدو هذا زمن البرغوت.